تعالى بقى نرجع تاني للمشكله بتاعتنا. احنا كنا عاوزين نعمل لينير كلاسيفاير، بس مش عاوز اجيبه عن طريق ان انا احسب الانفرس، فقلنا خلاص هستخدم الطريقه بتاعت امينيمايز عن طريق الجريدنت ديسنت او الستوكاستيك جريدنت ديسنت. تعالى نشوف تاني هنعمل ايه. احنا بنحاول نحسب الهايبر بلين بتاعنا، ده اللي احنا بندور عليه اهو. الكلاسيفيكيشن بتاعتنا كنت بقول بوزيتيف او نيجاتيف بيزد على دبليو ترانسبوز اكس زائد بي. ببص على هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني على الساين بتاع دبليو ترانسبوز اكس زائد بي، او هو تبع الكلاس الاولاني ولا الكلاس الثاني. ده القصه بتاعتنا. عاوزين بقى نعمل الكلام ده، بس ازاي احسن الويت؟ هنمشي باستخدام الجريدنت ديسنت زي ما هنشوف دلوقتي. يعني هفترض الويت ده في الاول راندوم اي ويت، وبعدين كل مره احسنه شويه. يعني تعال نرجع تاني هنا كده للرسمه الاولانيه بتاعتنا. انا كنت بفترض هنا الويت راندوم اي مكان، هبدا من هنا هبدا من هنا ما تفرقش. اهم حاجه ان كل مره احرك الويت في اتجاه ينزلني لتحت شويه عشان امينيمايز الايرور بتاعي. ده اللي عاوزين نعمله هناك. تعال نشوف بقى هنفورموليت الكلام ده ماثيماتيكالي ازاي. سيبنا من ده، خلينا نشرحها الاول قبل ما نخش على الحته دي. ده اللي كنا بنشرحها من شويه لو فاكرين، تربط اكس زائد بي على الدبليو، احنا عاوزين نمينيمايز الدبليو بتاعتنا دي عشان امينيمايز الترم ده. بس خلي دي شويه دلوقتي، خلينا نرجع تاني بقى هنا. تعالوا نفورموليت المساله بتاعتنا. احنا عندنا دبليو ترانسبوز اكس زائد بي، دي اللي هي سكيمال فانكشن اوف اكس. هو ضيع السطور ليه؟ دي اوف اكس او دبليو ترانسبوز اكس زائد بي، ده لو طلع اكبر من الزيرو يبقى ده ينتمي للكلاس الاولاني، لو طلع اصغر من الزيرو يبقى ده بينتمي للكلاس الثاني. انا بعرف نفسي كده، الكلاس الاولاني اللي هو البوزيتيف والثاني نيجاتيف، كل واحد حر. دبليو ترانسبوز اكس اي ودي اكس اي، لكل سامبل اي يا اما تبع الكلاس ده او تبع الكلاس ده. طيب فور مس كلاسيفايد سامبلز، لو عندي سامبل مس كلاسيفايد، كلاسيفايد غلط. طب غلط ليه؟ لان انا بادي بالدبليو بتاعتي دي راندوم، فبدات بدبليو راندوم مؤكد هيجي على السامبلز تريننج سامبلز اللي عندي يطلعها لي غلط، لسه ما ظبطش. مس كلاسيفايد سامبلز يعني ايه؟ تعالى نكتب المثالين اللي عندنا. ان الاكس اكشوالي فعليا بيلونجز تو كلاس 1، بس بط دبليو ترانسبوز اكس طلعت المفروض كلاس 1، المفروض تطلع بوزيتيف، طلعت اصغر من الزيرو. دي اول حاله، او ان الاكس اكشوالي بيلونجز تو كلاس 2، بط نفس الكلام دبليو ترانسبوز اكس زائد بي طلعت اكبر من الصفر، فلما جيت عوضت في الدبليو بتاعتي اللي هي كنت انا فرضها راندوم كده طلعت لي بوزيتيف، كان المفروض تطلع نيجاتيف عشان ده يطلع كده. وبالتالي كده هيبقى عندي ايرور في الحالتين دول. لو هو طلع صح تبع زي الكلاس اللي هو عندي اوريدي خلاص انا موافق، لكن لو طلع كلاسيفايد غلط عاوز اصلحه. يبقى هعرف الايرور بتاعنا عباره عن summation for x تنتمي الى المس كلاسيفايد مس كلاسيفايد سامبلز اونلي. انا هشتغل على المس كلاسيفايد بس، اللي كلاسيفايد صح مش هدخله في الايرور معايا. لكل الاكسات دول هيبقى الايرور بتاعنا عباره عن
دبليو ترانسبوز اكس زائد بي. طيب لحظة واحدة كده ماشي، نرجع مرة ثانية. قلنا للميس كلاسيفايد بس المفروض دي اوف اكس بتساوي دبليو ترانسبوز اكس زائد بي. الفكرة لو انا جمعت الكل دول في بعضهم بيطلع لي بوزيتيف بعضهم بيطلع نيجاتيف، فلو انا جمعت زي كده هتبقى عندنا مشكلة. حل القصة دي ازاي؟ هيعرف حاجة اسمها دلتا. دلتا دي هتتعرف لكل سامبل. لو الاكس دي كانت ميس كلاسيفايد اللي هي النوع الاولاني ده، هي اصلا تنتمي للكلاس الاولاني بس هي طالعه كده، هعرف الدلتا بتاعتها تساوي ناقص واحد. ولو اكس كانت تنتمي للكلاس الثاني بس طالعه غلط، هعرف الدلتا بتاعتها بتساوي بلس 1. ليه عملنا التركيه الصغيره دي؟ سمي دول بقى اكس اي عشان اي سامبل اي يعني. هضرب هنا في دلتا اي. تعال بص بقى هو عمل ايه دلوقتي. دبليو ترانسبوز اكس اي لو كانت طالعه نيجاتيف، هي يعني من الكلاس الاولاني بس طالعه غلط، طالعه كانها كلاس الثاني، اما اضربها في الدلتا بتاعتها اللي هي ناقص واحد يبقى ناقص في ناقص بوزيتيف. لو كانت الاكس من الكلاس الثاني يعني المفروض يدي نيجاتيف بس هو فعلا اداني بوزيتيف، اما اضربه في الدلتا بتاعته اللي هي بوزيتيف اوريدي هيطلع بوزيتيف. يبقى في الحاله دي الترم ده مضروب في الدلتا، ده اولويز بوزيتيف. يبقى ينفع اجمع. كان ممكن واحد تاني يفكر طب ما كنا ربعنا، والله دي تنفع ودي تنفع. في ناس كانت بتاخد ده سكوير، مش يقول لك اصل بيطلع نيجاتيف بوزيتيف خلينا ناخد سكوير. او هنا قال لك انا كده هظبطه بحيث يبقى ماثيماتيكالي كلهم شغالين هيطلعوا بوزيتيف، فينفع اجمع. يبقى الايرور كده بيتجمع فعليا، ما عندناش مشكله في التجميع بتاعه. يبقى الايرور كده دبليو ترانسبوز اكس زائد بي كده، يبقى التجميع بتاعنا صح. عاوزين نفاضل بقى، انا عاوز امينيمايز الايرور عشان اجيب الجريدينت عشان امشي عكس الجريدينت. طب الجريدينت بتاعنا وذ ريسبكت تو دبليو اللي هو الويت هيساوي ايه؟ انا بفضل بالنسبه للدبليو هيساوي سميشن برضو على المس كلاسيفايد اونلي. انا بفضل بالنسبه للدبليو هيتفضل لي دلتا اي في الاكس. هنا مفيش دبليو وبالتالي ما عنديش اي حاجه مش تابع خالص في التفاضل. يبقى ده الجريدينت بتاعنا. افكركم مره ثانيه، احنا كنا عايزين الجريدينت ليه؟ عشان احسن الويت ان انا امشي عكس الجريدينت. يعني هنقول كده دبليو نيو او بلاش نيو، دبليو ابديتد. الابديتد ويت هيساوي W old الويت اللي قبليه القديم ناقص امشي عكس الجريدينت بليرنينج فاكتور وليكن ايتا، ده الليرنينج فاكتور بتاعنا اللي هتمشي بيه. فين الجريدينت؟ اهو سميشن دلتا اي اكس اي، ده ميس كلاسيفايد اونلي. هما كان فيهم اخطاء بس. دي المعادله بتاعتنا. سؤال قبل ما اكمل، المعادله دي هل ده جريدنت ديسنت ولا ستوكاستيك جريدنت ديسنت؟ ايه رايكم؟ الو يا دكتور، دي ستوكاستيك اللي هي لا الجريدينت العاديه عشان واخده كل السامبلز صح كده؟ اهو في سميشن اهي،
انت عشان تابديت تاخد القديمه وامشي عكس الجريدينت بعد بس بعد ما حسبته على كل التريننج سامبلز كان فيهم ايرورز. لو عاوز اقلبها بقى ستوكاستيك هشيل الصميشن هحسبها على سامبل سامبل على حته، كل ما اخد سامبل من اللي غلط ابديت بيها. لو سامبل صح ما تلعبش في الويت، تلعب في الويت ليه؟ طالما انت اوريدي كلاسيفايد صح. هو اللي هيحرك الويت لو كان في حاجه كلاسيفايد غلط، لكن طول ما هي كلاسيفايد صح كمل عادي خالص. دي نقطه وهنعملها دلوقتي، نكتبها بقى في الشكل العادي بتاعنا. الحاجه الثانيه انا عاوز اشوف الدلتا دي اشارتها بتبقى ايه. لو اكس اي دي كانت اصلا من الكلاس الاولاني، يعني نكتبها تاني جنبها هنا. لو اكس اي تنتمي للكلاس الاولاني، دي السامبل ده الكلاس. لو كانت تنتمي اصلا الكلاس الاولاني بس هي غلط، الدلتا ساعتها بتساوي ناقص واحد. ولو كانت الاكس اي كانت تنتمي الى الكلاس الثاني، الدلتا بتاعتها بتساوي بلس 1. ده لو ده بتكلم على الاكشوال هنا، يعني هي كانت اكشوال الكلاس الاولاني بس كانت مس كلاسيفايد، طلعت لي بالغلط من الكلاس الثاني، كنت قلت الدلتا بتاعتها بناقص 1. معنى كده تعالى بقى نكتب الكيسز اللي عندنا. W updated هتساوي W old اللي هي القديمه بتاعتنا. انا عندي ثلاث حالات، if xi actually belong to class الاولاني، و if xi سامل عليها الدور actually belong to class الثاني، و if xi is properly classified ما فيهاش غلط اصلا. فعندنا ثلاث حالات. في الحاله الاولى لو هي كانت تنتمي للكلاس الاولاني، اكشوالي تنتمي للكلاس الاولاني بس طلعت بالغلط في الكلاس الثاني، الدلتا بتاعتها بناقص واحد، يبقى دي بناقص واحد تضرب في ناقص يبقى هتساوي دبليو اول زائد ايتا اكس ار. ده في الحاله دي. طب في الحاله الثانيه لو اكس كانت فعليا تنتمي للكلاس الثاني بس طالعه بالغلط بوزيتيف، ساعتها الدلتا بتاعتي بوزيتيف بلس 1، يبقى الدلتا دي بلس 1 كانها مش موجوده، يبقى ساعتها بالمعادله دبليو ناقص ايتا في اكس اي. ده لو كانت الاكس اي دي تنتمي للكلاس الثاني اساسا. ولو كانت هي اوريدي كلاسيفايد صح، يعني في كلاس اولاني طلع كلاس اولاني وفي كلاس ثاني طلع كلاس ثاني، الجديد هتساوي الاولد بس ما تغيرش. يبقى عندنا هنا كده ايه؟ ثلاث حالات. كده انا اشتغلت ستوكاستيك جريدينت ديسنت. انا بأتريت على سامبل سامبل وافضل اعدل فيهم. يبقى دي هي الرول بتاعتنا اللي بروزها عشان دي اللي هنستخدمها في المثال دلوقتي. في المثال هنعمل ايه؟ هدي لك شويه اكسات تنتمي للكلاس الاولاني وشويه اكسات تنتمي للكلاس الثاني، فانت كده اوريدي خلاص عارف الانبوتس هم الاكسس بتاعتك كلها وعارف الليبلز كلاس اول والثاني. وهنفترض ايتا باي حاجه وليكن بواحد مثلا، الليرنينج فاكتور مش هيفرق معانا في حاجه. وهبدا بويتس راندوم. همسك السامبل الاولانيه اللي هي من الكلاس الاولاني. واضربها دبليو ترانسبوز في اكس. اشوف طلعت صح ولا لا. يعني لو هي من الكلاس الاولاني وادت بوزيتيف سيب الدبليو زي ما هي، يبقى انا في الكيس الثالثه. ادت نيجاتيف يبقى انا غلطان. اعمل ايه؟ هي من الكلاس الاولاني، يعني في المعادله دي. هاخد الدبليو اللي كانت عندي زائد ايتا مضروبه في الاكس السامبل نفسها بتاعتي. يبقى كده الويت اتعدل. اسحب السامبل اللي بعدها وليكن كانت من الكلاس الثاني. لو كانت سليمه فعلا طلعت من الكلاس الثاني وانا بتستها اسيبها زي ما هي.
ضربت دبليو ترانسبوز في اكس، طبعا دبليو ترانسبوز اللي هي ابديتد طلعت غلط، هودي بالكلاس الثاني عوض هنا، يبقى دبليو وناقص ايتا في الاكس، وهكذا لغايه ما تمر عليهم كلهم. طالما عدلت الويت لازم ارجع تشيك مره ثانيه، يا ترى الويت الجديد اخر ويت ده بقى عاجب السامبلز كلها ولا لا، وافضل الف كده لغايه ما كل التريننج سامبلز تبقى صح، كلهم كلاسيفايد صح، او نمبر اوف اتريشن معين اوصل لها، هتحط انت ستوب كرايتيريا بتاعتك عشان تقف امتى في الاتريشنز. بس الفكره ان انت كده عمال تعدل الويت بتاعك حته بحته لغايه ما تجيب احسن ويت ينفع، مش بجيب بالانفرس مره واحده. هناك كانت الطريقه لطيفه جدا ان هو بيحسبها لي في وان شوت، هات الانفرس بتاع الكلكعه دي زد ترانسبوز في زد مش عارف ايه، خلاص جبت المعادله. عاوز ريجولايزر حط ريجولايزر بتاعك. هنا ما عملناش كده، هنا اللي عملناه افترضت اي خط بايظ ملخبط نص الداتا طالعه بالغلط، وكل مره بحركه سنه يمين شمال حسب السامبل عليها الدور لغايه ما يطلع واحد السامبل اللي في الكلاس الاولاني يقول لك احنا موافقين، والكلاس الثاني يقول لك احنا موافقين، ويبقى ده الخط بتاعي وخلاص. اي اسئله قبل ما ناخد مثال نجربه؟ اوكي نجرب. تعال نقرا الاول الموجود عندنا ايه. اللي كان بيتكلم احنا عاوزين مينيمايز الدبليو، دي تبقى مهمه بالنسبه لنا عشان اقدر اقلل الحته دي. سؤال بقى، وانا بعمل القصه دي عاوز اعمل اتريشن زي كده، هل هعرف اقلل او احط ريجولايزر عشان مينيمايز دي عشان اظبط المارجن واكبره؟ دي هنشوفها واحنا بنشتغل بقى في السبورت فيكتور ماشين، يعني لسه مش دلوقتي بس في السبورت فيكتور ماشين هنشوف الكلام ده. البرسبتور الجوريثم، ايه هو البرسبتور الجوريثم؟ هو اللي ضحكت عليكم وقلته لكم دلوقتي، اللي احنا عملناه ده البرسبتور تريننج الجوريثم، وده الاساس بتاع النيورال نتورك. تعالوا نبص بقى على البرسبتور الجوريثم بيشتغل ازاي. بروسيسنج تريننج اكزامبلز وان ات ا تايم، بيسموه اونلاين الجوريثم، يعني هيعملها واحده واحده زي ما احنا بنعمل كده مش هياخدهم كلهم مره واحده. Start with some initial for W و B، الويت بتاعك يعني ظبط ال W بتاعتك. والله لو انت فصل ال B بره ماشي، حاطط ال B جوه ال W وعملت augmentation لل X حطيت فيها واحد عشان يتضرب في ال B مفيش مشكلة. المهم في الآخر هتفترض الويت بتاعك كله random وليكن اصفار حتى اللي هي مالهاش معنى. An iterative mistake driven learning algorithm، هو دريفن بالحاجات اللي مس كلاسيفايد بس، اللي كلاسيفايد صح ما تعملش بيها حاجه. ف دريفن بالمس كلاسيفايد تريننج سامبلز عشان يابديت الدبليو والبي بتوعنا اللي هم الويتس اللي عندنا. دونت ابديت اوف اف دبليو كوركتلي بريدكت ذا ليبل، لو هو طلع صح تعدل في الويت ليه؟ ما انت اوريدي بريدكت صح. ابديت دبليو وين ات مس بريدكت ذا ليبل اوف ذا كرنت تريننج اكزامبل، ده اللي هتعمله ابديت. ده ترو ليبل اللي بتاع احنا كلامنا في الكلام ده خلاص. هات ريبيت انتل كونفرجنس، تفضل تكرر 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 لغايه ما تكونفرج. باتش فيرسس اونلاين تريننج الجوريثم، باتش الجوريثم اوبريت اون ذا انتاير تريننج داتا، لو انت خدت الباتش على كل السامبلز اللي عندك، او ممكن تاخد بقى الاونلاين الجوريثم ممكن تاخدها واحده واحده سامبل ات تايم، هيبقى مور افيشنت computational more efficient. Memory footprint wise مش محتاج برضه storage كبير than batch. Often batch problem can be solved using online learning. Batch مقصود بيه عدد كبير. لو وصلته ل n بقيت كده gradient تماما، صغرته لغايه واحد اللي احنا بنسميه الاونلاين. ادي البرسبتور الجوريثم اهو. Initialize الويت كله اي حاجه random. ريبيت تل كونفرجنس، كونفرجنس يعني كله بقى موافق. لو الساين بتاعت اكس ترانسبوز دبليو ترانسبوز اكس زائد بي مختلفة عن الواي بتاعتك عن الكلاس بتاعك بوزيتيف او نيجاتيف، بنحط الواي بلس 1 او ماينس 1 بوزيتيف او نيجاتيف، لو كده هو مسكلاسيفايد في ميستيك ساعتها
ضد الدبليو هتساوي الدبليو القديمه زائد واي ان في الاكس. واي ان اللي هي زي احنا سميناها دلتا عندنا هناك اللي هي بلس 1 وماينس 1 حسب الكلاس بتاعك. والبي هتساوي نفس القصه، احنا بنفضل نحط البي مع الدبليو، يعني الدبليو بنحط معاه البي والاكس بنزود لها وحيد وخلاص. السب كونديشن اول تريننج اكزامبلز ار كلاسيفايد كوركتلي، ان الدبليو اللي طلعت عامله كله صح. بس خد بالك طبعا ده مي اوفر فيت، احنا فاهمين الكلام ده، ده ممكن يكون هو مظبط نفسه عشان يعدي كل النقط وخلاص. او فيكسد نمبر اوف اتريشنز كومبليتد، هو اللي عمل اتريشن 50 مره، افضل اتريت اتريت لغايه 50 مره. او سام كونفرجنس مت، يعني انت بتقول له لف 50 مره، يا اما تلاقي كونفرجنس حصل انه فعلا كلهم بقى صح، يا اما الاتريشنز خلصت. طب ما الاولانيه دي كانت ايه؟ ما كانت كده، بس الاولانيه دي كنت بتقول له كل التريننج اكزامبلز كلاسيفايد كوركتلي. الكلام ده ينفع لو كان عندي 3 4 سامبلز، لكن لو انت مدخل له 50000 سامبل لا يمكن هيفصل ما بينهم كلهم. مفيش داتا بيرفكت ولينيرلي سيبرابل تماما عشان تعرف تعدي بيهم الخط. هتلاقي كم واحده جايين بالغلط او اوتلاير جم الناحيه دي او الناحيه الثانيه. عشان كده بيقول لك دي less common in practice، ما حدش بيفضل يكرر لغايه ما يخلص. من ناحيه ممكن يبقى اوفر فيت، من ناحيه ثانيه ممكن ما يعرفش يخلص، يفضل رايح جاي رايح جاي مش قادر يعدي ما بين اثنين هم اوريدي اصلا داخلين على بعض. لكن دي فيكسد نمبر اوف اتريشن، يا تقف بعد عدد الاتريشن يا يحصل كونفرجنس، فانت حاطط نفسك ليميت بعد عدد معين اتريشن. كومبليتد وان باس اوفر ذا داتا اتش اكزامبل سين وانس، تمر عليها كلها مره واحده. اي جي اكزامبلز ارايفنج ان ستريمينج فاشن كان بي ستورد ان ميموري، يعني بقول لك مر عليها مره واحده وخلاص، ده حل ثالث لو حاجه ستريمينج يعني. بس احنا ما بنستخدمش دي، احنا بنستخدم دايما الجزء ده، بحدد كذا اتريشن او يحصل الكونفرجنس في النص واقول له خلاص وقف على كده. ده جزء هنتكلم فيه بعد كده بقى. طب احسن خط هيبقى مين؟ ما انا ممكن زي ما قلنا يبقى الخط ده او ده او ده. طب بالمناسبه مين احسن خط في الثلاثه؟ في موف فاتح وموف غامق واخضر، ايه رايكم؟ الاخضر طبعا، الاخضر المارجن فيه كبير. هنلاحظ بص ده المارجن هنا صغير قوي، ده المارجن هنا صغير والمارجن برضو هنا صغير. الاخضر ده المارجن بتاعه واسع من ناحيتين، فطب انا نفسي اماكسمايز المارجن، هنشوف هيتعمل ازاي برضو عشان انا عاوز احسن النتائج بتاعتي على التست ديتا مش على التريننج ديتا. التست ديتا يا عالم هتجيلي شكلها ايه، لكن التريننج ديتا اوريدي عندي. بس قبل ما نخش في الحته دي خلينا نجرب مثال بالارقام عشان نبقى قفلنا الجزء ده خالص، لان ده بيرسبتور الجوريزم زي ما قلنا مهم، ده اللي هيبني عليه نيورال نتورك زي ما هنشوف بعد كده. تعالى ناخد مثال ونحسب الارقام بتاعته هيبقى شكلها ايه. افترض عندنا كده x1 عباره عن 0 0، x2 عباره عن ناقص 1 ناقص 1، x3 عباره عن 2 و2. كل دول تبع الكلاس نمبر 1. عندنا كمان x4 عباره عن 4 0، x5 عباره عن 4 1. دول ينتموا الى الكلاس الثاني. بعد ما تخلص خالص بقى عايزك تقول لي يا ترى 5 7 دي تنتمي لانه كلاس فيهم، كلاس اولاني ولا الثاني؟ بس بعد ما تطلع لنا ايه معادله الخط عشان نشوفها. يقول لك ابدا الاول خد ايتا بتساوي 1 عشان للسهوله، بس الليرنينج فاكتور بتاعنا بواحد عشان ما نعرفش نضرب ولا نعمل. وابدا انيشالي دبليو بتساوي 0 0، انا هزود عليها هنا بقى ايه، بص معايا كده هزود كمان 0 هنا اللي هي البي، وازود هنا 1 1 1 1 1. لما اجي اضرب ده هيتضرب في W1
ده هيضرب في دبليو 2، الواحد ده هيضرب في البي، انت كده خدت الترم الوحدي بتاع البي. يبقى انا كده ريحت نفسي خلاص. بقول لك مره ثانيه، ده هو البي، دول سميناهم اوجمنتد فيكتور زي ما شفنا قبل كده. ادي الدبليو اللي عليها الدور بتاعتنا. نبدا دلوقتي، هاخد مع اكس 1 كامل فانكشن اوف اكس 1 عباره عن احنا دايما بنعمل ايه، دبليو ترانسبوز اكس، يعني 0 0 0 في اكس 0 0 1 ده دبليو ترانسبوز اكس. نضرب كده 0 0 0 طالع 0، انا عاوزه يطلع بوزيتيف، يبقى الكلام ده غلط ما ينفعش. نعمل ابديت، يبقى دبليو الجديده هتساوي دبليو القديمه 0 0 0 زائد ولا ناقص؟ تعال نفتكر المعادله، بنوزنها هناك اهي، دي المعادله بتاعتنا. لو كنت انا من الكلاس الاولاني تبقى زائد، الكلاس الاولاني احفظها، الكلاس الاولاني اللي بيدي بوزيتيف اوريدي كان المفروض يديني بوزيتيف، اشارته زائد. لو كنت في الكلاس الثاني بيدي نيجاتيف اشارته بتبقى ناقص. لو هي كلاسيفايد صح ما تعملش حاجه، دي كانت المعادله بتاعتنا. طبق الكلام ده، يبقى هنا عباره عن زائد ايتا اللي هي اوريدي بواحد فمش هحطها، الدبليو اللي هي عباره عن 0 0 1 يطلع الكلام ده، الويت الجديد عباره عن 0 0 1 ده الويت الجديد. دكتور هو جيفن ان الكلاس الاول هو البوزيتيف؟ اه احنا واخدين كونفشن عندنا كلاس الاول البوزيتيف والثاني نيجاتيف عشان ما نخبطش في الكلام. نبدا مره ثانيه بقى، دي 2 اوف اكس، لا سوري مش دي 2 انا اللي بلخبط، دي اوف اكس 2 اسمها فانكشن هباصلها اكس 2 هتساوي دبليو ترانسبوز 0 0 1. خد بالك انا خدت الجديده اهي اللي هي دي، في الاكس 2 اللي هي ناقص 1 ناقص 1 1 ناقص 1 ناقص 1 1 يطلع بيساوي كام؟ 0 0 يطلع 1. يا سلام زي الفل، دي كلاسيفايد صح طلع بوزيتيف. نكمل، تكمل فانكشن في اكس 3 هتساوي الدبليو بتاعتنا 0 0 1 في اهو 2 2 1 2 2 1 اما نضرب كده هيطلع لنا 1 برضو كلام جميل. اس كمان فانكشن اوف اكس 4 اتمنى تطلع نيجاتيف، هنحط 0 0 1 في اكس 4 اللي هي 4 0 1 نضرب كده هيطلع كام؟ 1. ده كلام مش جميل غلط، يبقى لازم نعمل ابديت، دبليو الجديده هتساوي دبليو القديمه اللي هي 0 0 1 اكس 4 ده من الكلاس الثاني يعني هتبقى الاشاره هنا ناقص ايتا ب 1 في 4 0 1 يطلع كام؟ ناقص 4 0 0 ده ال دبليو اللي عليه الدور دلوقتي، ده الابديتد ويت. دي اوف اكس 5 هتساوي ناقص 4 0 0 في 4 1 1 اهي 4 1 1 هتساوي ناقص 4 كده هتبقى ناقص 16 0 0 الكلام ده كويس. عملنا ابديت، عملنا ابديت مرتين كده، انا مش ضامن يا ترى هيرضي اكس واحد والباقيين ولا لا، يبقى لازم نعمل اتريشن ثانيه. يعني كده هنا نعمل اتريشن ثانيه، دي 1 اوف اكس هتساوي اخر ويت عندنا اهو انا معلم عليه ناقص 4 0 0 في 0 0 1
تساوي كام بقى؟ ناقص 4 في 0 0 0 هيطلع 0 برضه ما ينفعش. هنعمل ابديت مره ثانيه. يبقى W الجديده طبعا الكلام في الكمبيوتر بيحسبه لوحده اوتوماتيك، هتساوي W القديمه اللي هي ناقص 4 0 0 زائد 0 0 1 هيطلع ناقص 4 0 1. ادي الابديتد ويت دلوقتي. كمان مره دي معلش انا بغلط دايما كده بتكتب اوتوماتيك، هي دي اوف اكس 1 دي اوف اكس 2 هتساوي ناقص 4 0 1 مضروبه في اكس 2 اللي هي ناقص 1 ناقص 1 1 هتساوي ادي ناقص في ناقص بقت 4 1 1 يبقى 5. ده كلام كويس. كمان مره دي اوف اكس 3 هتساوي ناقص 4 0 1 في اكس 3 اللي هي 2 2 1 هتساوي ادي ناقص 8 وزائد 1 يعني ناقص 7. الكلام ده مش كويس. دبليو جديدة هتساوي دبليو القديمة ناقص 4 0 1 اكس 3 ده من الكلاس الاولاني يبقى الاشارة هنا هتبقى زائد 2 2 1 هتساوي ناقص 4 وزائد 2 يبقى دي ناقص 2 هنا 2 1 1 2 دي اوف اكس 4 هتساوي ناقص 2 2 2 في 4 0 1 ادي ناقص 8 وادي 2 يبقى ناقص 6. الكلام ده كويس. كمان مره دي اوف اكس 5 هتساوي ناقص 2 2 2 ادي الدبليو هتضرب في الويت اللي عندنا اللي هو 4 1 1 يطلع كده ادي ناقص 8 وادي 2 و2 يعني ناقص 4. معنى كده ان الكلاس الثاني راضي عننا ما عندوش مشكله. الكلاس الاولاني لسه هنشوف هيعمل ايه. هناخد كمان مره دي مش دي 1 معلش دي اوف اكس 1 هتساوي احنا بنتكلم على ناقص 2 ده اخر واحد مش كده؟ اه ده اخر واحد اه ناقص 2 2 2 في 0 0 1 هتساوي ادي 0 0 2. كلام كويس. طيب دي اوف اكس 2 هتساوي ناقص 2 2 2 في ناقص 1 ناقص 1 1 هتساوي ادي كده ناقص 2 وادي كده لا سوري ده كده 2 ناقص 2 في ناقص 1 ناقص ادي ب 2 ناقص 2 طيروا بعض اتفضل لي 2. يبقى الكلام ده كويس. لو الثالثه عدت يبقى خلاص عدينا. دي اوف اكس 3 هتساوي ناقص 2 2 2 في 2 2 1 ادي كده ناقص 4 وادي كده 4 طيروا بعض وهنا 2 يبقى كده ايه؟ ما عندناش مشكله. طب الباقيين اهم الباقيين اهم تعال نكتبها تاني اهو دي اوف اكس 4 كنا حاسبينها ايه؟ بناقص 6 ودي اوف اكس 5 حاسبينها بناقص 4 يعني هنا دي اوريدي اكسبتد ودي اوريدي اكسبتد دول نيجاتيف ودول بوزيتيف يبقى كده احنا خلصنا.
حد كده بقى يمليني المعادله دي اوف اكس هتساوي كام اكس 1 كام اكس 2 وكام فري ترم. المعادله تبقى ايه؟ ايه رايكم؟ ماينس 2 اكس 1 ماينس 2 اكس 1 ايوه بلس 2 اكس 2 بلس البايس بلس 2 هيبقى 2 بلس 2 صح كده؟ اخدنا ادي ناقص 2 2 2 ناقص 2 2 2 يبقى كده احنا عندنا جبنا معدل الخط بدون ما نخش في قصه بقى هات احسب الانفرس والانفرس كبير لا هو بقى اتريت لغايه ما بخلص خلاص يبقى تاني ناقص 2 2 2 دي اوف اكس بتساوي ناقص 2 اكس 1 بلس 2 اكس 2 بلس 2 عاوزين نرسمها دي واحد مثلا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة هنا ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عاوزين نرسم المعادلة دي يعني إيه نرسم المعادلة؟ هي المعادلة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن الاماكن بتاعت الاكسس اللي عليها بتساوي صفر يعني لو اي نقط في الكلاس الاولاني الرقم ده هيدي بوزيتيف واي نقط او فيكتور في الكلاس الثاني الرقم ده هيدي نيجاتيف طب امتى هيدي زيرو؟ اما تكون النقط دي واقعه على الخط طب ما ده اللي انا عايزه يعني عاوز اقول ناقص 2 اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد 2 يساوي صفر دي معادلة الخط اللي بتحقق الخط بتاعنا اللي كل عليها هيبقى ايه؟ له كلاس الاول وله كلاس الثاني طالعين صفر في الحالة دي حط اكس 1 بزيرو اكس 2 هتساوي كام؟ لو حطينا اكس 1 بزيرو اكس 2 هتساوي ناقص 1 ادي 0 واكس 2 هتساوي ادي هنا اكس 1 ده اكس 2 هتساوي ناقص 1 حط اكس 2 ب 0 هتبقى اكس 1 ب 1 كده يعني معادله الخط بتاعنا تبقى حاجه عامله زي كده ادي معادلة الخط بتاعنا اوف اكس عاوز اعرف اتجاه البوزيتيف فين شوف الاوريجين وقع في انهي واحده فيهم اللي هي 0 0 لو حطيت في المعادله هنا 0 0 تطلع دي اوف اكس ب2 يبقى الاتجاه اللي فيه 0 ده هو البوزيتيف يبقى ده الاتجاه البوزيتيف بتاعنا تعال نوقع النقط بتاعتنا النقط كانت كام؟ 0 0 ناقص 1 وناقص 1 2 و2 0 0 ادي اول نقطه ناقص 1 وناقص 1 ادي ثاني نقطه 2 كانت كام 2 و2 والخط ده شكله مش مرسوم نظيف قوي يعني المفروض تبقى لا دي في حاجه غلط صححوا معايا يا شباب قلنا 0 0 اهي ناقص 1 وناقص 1 فين؟ اهو ناقص 1 وناقص 1 هنا ناقص 1 وناقص 1 طب 2 و2 ادي 2 و2 هتبقى هنا دول كلهم الكلاس الاولاني الباقيين 4 و0 و4 و1 1 2 3 4 و0 هنا اهي أربعة وواحد أدي أربعة هطلع هنا واحد دول كلاستو يبقى فعلا هو فصل ما بين كلاس 1 وبين كلاس 2 كان في نقطة هو مديها لي
بيقول لي شوف لي 5 و7 تقع فين. طب عاوزين نحسبها الاول. دي اوف 5 و7 هتساوي ادي الدبليو ناقص 2 2 2 دي دبليو ترانسبوز اكس 5 7 ونزود الاوجمنتد اللي هو الواحد نضرب ادي ناقص 10 زائد 14 يبقى 4 4 و2 6 يبقى ده كلاس 1. لو حبينا نشوفها هنا 1 2 3 4 5 واطلع لفوق 7 هتبقى حاجه زي كده هنا كده فعلا في الكلاس الاولاني. يبقى كده كانه هو فصل عندنا كده هنا ده كلاس و ده كلاس تاني. عندنا كده كلاسين اهو ده وده وهو فصل ما بينهم. كده بقت الدنيا سهله. عاوزين نفيجواليز الكلام ده. احنا بنقول دي اوف اكس بتساوي دبليو 1 اكس 1 دبليو 2 اكس 2 دبليو ان اكس ان دبليو ان بلس 1. ممكن نعملها فيجواليزيشن بالمنظر ده كده. ادي اكس 1 اكس 2 اكس 3 لغايه اكس ان ده الفيكتور بتاعنا اللي هو الاكس اللي داخل. هعمل هنا سميشن. هناخد بقى دول كلهم كده هنا W1 W2 W3 لغاية WN كده W1 X1 زائد W2 X2 زائد W3 X3 هنحط سميشن اهو زائد WN XN زائد WN بلس 1 اهي مضروبة في الواحد اللي هو الاوجمنتد فيكتور. خلينا نكتبه هنا اهو جنبها هنا اهو دبليو ان بلس 1 اللي هو يعتبر البايس بتاعه. بعد كده كنا احنا بنعمل ايه؟ هو بوزيتيف ولا نيجاتيف عشان اعرف الكلاس بتاعي. يعني هزود هنا كده بقى مش احنا بنعمل كده 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 ادي الزيرو بتاعنا اهو ده اتجاه البوزيتيف ده الكلاس الاولاني ده اتجاه النيجاتيف الكلاس الثاني. عشان كده بنرسم بالمنظر ده كده. عندي ثريشولد عديته بقيت بوزيتيف في الكلاس الاولاني اقل منه نيجاتيف في الكلاس الثاني فبحط هنا ثريشولد واقول لك هنا الاوتبوت بتاعنا يا اما اكبر من الزيرو او اصغر من الزيرو. الشكل ده بنسميه بيرسبترون ده سنجل بيرسبترون. واحنا كنا اوريدي مسمينه بيرسبترون تريننج الجوريثم كاني بترين ده. يبقى السنجل بيرسبترون فعليا يكافئ 1 ديسكريمينانت فانكشن او بلاش 1 لينير ديسكريمينانت فانكشن السنجل بيرسبترون. نجر خط هنا كده هرجع تاني للشكل القديم بتاعنا. لو كنت بفصل ما بين تو كلاسز زي كده ادي كلاس الاول والتاني اهو كنت بقول لك خلاص اعمل لي ايه؟ سكريبت فانكشن. طب لو ما كان عندنا ثلاثة كلاسز فاكرين؟ قلنا هنعمل كلاس لكل او سوري سكريبت فانكشن لكل كلاس على حده.
وساعتها ابتكرنا حاجة جديدة اسمها نيو كلاس. لو كلهم قالوا مش تبعنا كلهم ادوا نيجاتيف يبقى ده نيو كلاس، لو اتنين ادوا بوزيتيف يبقى بيتنازعوا الانبوت ده، ده يقول تبعي ده يقول تبعي، يبقى هو كده ايه انديفايند مش عارف احد او انديفايند مش عارف احدده. عاوز افيجواليز القصه دي برضو اعمل نفس الكلام. ادي اكس واحد اكس اتنين اكس تلاته لغايه اكس ام. هاجي هنا بقى ادي سميشن وادي الثريشولد بوزيتيف او نيجاتيف. هاجي ده هنا اهو دخل دول كلهم عليه وكمان واحد صغير اهو عشان البايس. هاجي على التاني ده اقول لك دخلهم كلهم عليه. واحد كمان صغير عشان البايظ اهو. هنيجي على التالت نفس الكلام. واحد كمان هنا عشان البايظ. كده خلاص بقى عندنا كلهم داخلين، كل واحد عنده الويتس بتاعته W1 W2 لغايه WM. هنا داخل له واحد وهنا WN بلس 1. نفس الكلام في الاولاني في فانكشن مختلفه W1 W2 لغايه WM، هنا داخل واحد في WN بلس 1 اللي هنسميناه البايس. نفس الكلام في الثالث اهو. هنيجي بقى اللي خارج من عندي ده الاوتبوت نمبر 1 و الاوتبوت نمبر 2 والاخراني ده اللي هو الاوتبوت نمبر 3. اللي احنا بنيناه ده تعال نبروزه كده. ده عبارة عن سنجل لاير اوف بيرسبشنز. الجزء اللي هنا ده هنسميه الانبوت لاير، واللي خارج منه اللي هي اللاير دي مش دي اللي بتخرج الاوتبوت هنسميها الاوتبوت لاير. ودي البدايه بتاعت النيورال نتورك، دي نتورك صغيره قوي ليها انبوت لاير وليها اوتبوت لاير، مفيش هيدن لايرز في الوسط. يبقى لو انت واخد بس اتنين لاير انبوت لاير واوتبوت لاير دي كانها فعليا عباره عن مجموعه من اللينير ديسكريمنانت فانكشن. جروب اوف لينير ديسكريمنانت فانكشن، وانت بناء عليها بقى تقرر لو كلهم نيجاتيف يبقى نيو كلاس، لو واحد بس اللي بوزيتيف يبقى الكلاس بتاعك، لو اكتر من واحد بوزيتيف يبقى متنازع بين الاثنين فانا مش عارف احدد هو مين فيهم بالظبط. يبقى النيورال نتورك اللي هي فيها بس سنجل اوتبوت لاير، طبعا دايما في انبوت لاير والا مش هدخل يعني، لو هي بس مجرد سنجل اوتبوت لاير دي بتشتغل لينير ما تلخبطش نفسك. يعني لو الداتا ما هياش لينيرلي سيبرابل مش هتشتغل معاك صح. لان هي دي بتشتغل لينير ما تعرفش تطلع لي كيرف. طب عاوز اطلع كيرف اعمل ايه؟ يقول لك حط بقى لاير في الوسط اللي احنا بنسميها هيدن لاير زي ما هنشوف قدام واحنا بنتكلم في نيورال نتورك. لكن حتى الان دي سنجل لاير سنجل اوتبوت لاير وخلاص ما فيش هيدن لاير في الوسط. دي تعتبر تكافئ الى مجموعه من اللينير ديسكريمنانت فانكشن. عدد النيورونز اللي في الاوتبوت هم عدد الاوتبوتس بتوعي. يعني لو انت عندك ثلاثه كلاسز هتحط هنا ثلاثه نيورونز، عندك 10 كلاسز
بتكلم مثلا بتعرف على نيومرز من 0 ل 9، هروح حاطط 10 نيورونز كلهم بياخدوا نفس الانبوت اللي هو الانون بتاعي، هو بقى يشوف مين فيهم اللي هو بيقول انا احسن من التاني. طبعا في تعديلات كتيره بعد كده زي ما هنشوف، دي مش هتبقى مجرد ثريشولد كده يعني اكبر من زيرو اصغر من الزيرو، في عندنا حاجات كتيره هنبتدي نعملها. لكن دي الفكره الرئيسيه بتاعت ازاي اشتغل على لينير سكيمات فانكشن لاكثر من كلاس مع بعض. فدي البدايه بتاعت نيورال نتورك. كده فاضل لنا حاجتين مش النهارده عشان ما تقلقوش يعني. الحاجه الاولى ازاي اعمل لينير سكيمات فانكشن مع مارجن كويس، عاوز اماكسمايز المارجن يعني خلي احسن خط، احنا ما عملناش دي لغايه دلوقتي وبدون ما اجيب الانفرس، يعني ما تقولش طب ما الريجولايزر كان بيعملها الريدج ريجولايزيشن بتاعتنا، لا الريجولايزر ده كان لو انا بشتغل بالانفرس الطريقه اللي هناك دي مش هتنفعني زي ما اتفقنا في معظم الحالات الا لو حالات سيمبل او الفيتشر فيكتور بتاعنا صغير قوي. لكن في الحالات الكبيره اللي زي كده ازاي اعمل الكلام ده هنشوفه المره الجايه عن طريق ان شاء الله سبورت فيكتور ماشين. والحاجه الثانيه ازاي استخدم نيورال نتورك عشان تعمل نفس القصه برضه، وازاي اقدر اتصرف في لو الداتا ما هياش لينيرلي سيبارابل اساسا يعني داخله في بعضيها، ازاي اقدر افصلهم عن بعض او ازاي اكلاسيفاي ما بينهم، او كانت محتاجه نون لينير لي سيبارابل داتا محتاجه كيرف يفصل مش خط يفصل برضه، ان شاء الله هشوف الكلام ده قدام.